يبدو أن رحلة عطلة نهاية الأسبوع لمسافري مطار هيثرو لم تكن موفقة، فقد تكدست حقائب المسافرين في المطار نتيجة عطل في نظام الأمتعة وسط نقص في عدد الموظفين أيضاً، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والتأخير في بعض الرحلات، فيما أخبرت الإدارة المسافرين بأنهم قد لا يتمكنون من استلام حقائبهم قبل 3 أيام، ما دفع البعض لإلغاء حجوزاتهم في آخر لحظة. لكن مطار لندن ليس الوحيد، فقد عانت المطارات في جميع أنحاء أوروبا من مشاكل العمل والخدمة اللوجستية، واتهمت صناعة الطيران والسفر بالفشل، وذلك لارتفاع أعداد المسافرين بعد عامين من الإغلاق بسبب كورونا.